السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام صياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس كي جي 2 ترم 1 الترم الأول، ولسه بنكمل مع بعض شرح المحور الثاني The World Around Me، العالم من حولي. والنهاردة معانا آخر يونت في منهج الترم الأول، يونت 4 It's a party، إنها حفلة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. It's a party، إنها حفلة. وطبعا هنا بنتكلم عن الحفلات والاحتفالات المختلفة. والكلمات الهامة الخاصة بيونت 4 يا أصحابي، أول حاجة بالون يعني بالونة، والجمع بتاعها بالونز يعني بالونات. تاني حاجة ديكوريشن يعني تزيين، والزينة الخاصة بالحفلات، الزينة اللي احنا بنعلقها في عيد ميلاد او في اي حفلة دي اسمها ديكوريشن يعني تزيين يعني زينة. كيك طبعا احنا عارفين كلنا الكيك اللي هي الكعك او التورتة او الجاتو، الكيك بصفة عامة. بيتزا البيتزا اللي احنا عارفينها كلنا. ايس كريم يوغرت يعني زبادي. اورنج جوس عصير برتقال. وكمان لازم نبقى عارفين يعني ايه نيو يير يعني سنة جديدة. لما السنة بتنتهي في شهر ديسمبر بيجي بعد منها سنة جديدة، دي اسمها نيو يير او سنة جديدة. وعيد الفطر شم النسيم. كريسمس اللي هي اعياد الكريسمس، اللي هي بتبقى برضو مرتبطة بالسنة الجديدة وبتبقى في اول السنة الجديدة. invite يعني يدعو، لما اعزم حد على حاجة، لما بدعو حد اقول له تعالى احضر حفلة من الحفلات او احضر معايا مناسبة من المناسبات، ده اسمه invite يعني يدعو. set up يعني اقامة، يعني ان احنا لما نيجي نقيم حفلة من الحفلات بنعمل لها set up، بنرتب الحاجات في اماكنها المختلفة ونحط كل حاجة في مكانها اللي الناس ممكن تستعمله فيه، ده اسمه set up. يعني نحن نقيم حفلة او نقيم حاجة معينة ده اسمه set up. arrive يعني يصل. واخر حاجة clean up يعني ينظف مكان الحفلة بعد ما بتخلص، ده اسمه clean up يعني ينظف. وطبعا زي ما احنا شايفين دي اول بيج في يونت 4، واصحابنا عاملين حفلة من الحفلات، بيشربوا الاورنج جوس وبياكلوا البيتزا بياكلوا المأكولات المختلفة. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وفي البيج دي يا أصحابي بيزي بي بتقول لنا listen استمع، look observe and say وقل. يبقى هنستمع للكلام اللي أنا هقوله، هقرأ كل كلمة وانت هتنظر الكلمة دي معناها ايه، وبعدين هتقول ورايا نفس الكلمة. وبعدين هنا بيزي بي كمان بتقول لنا read اقرأ كل كلمة and match ووصل. فاحنا اول حاجة عايزين نقرأ الكلمات دي بشكل سليم. كيك يعني كعك او كيكة زي ما احنا عارفين كلنا، وهي موصلها لنا هنا عاملة ماتش مع صورة الكيك. تاني حاجة كلمة يوغرت يعني زبادي. بالون يعني بالونة. بيتزا اللي هي البيتزا. اورنج جوس يعني عصير البرتقال. ايس كريم طبعا الايس كريم. ديكوريشن اللي هي الزينة اللي احنا بنزين بيها اي حفلة. وهنا مدينا صور مختلفة، المفروض نوصل كل كلمة من الكلمات دي بصورة من الصور دي، وقايلنا في اخر البيج هنا الكلمات اللي لازم نحفظها ونكون عارفينها كويس قوي، اللي هي بالون كيك ديكوريشن ايس كريم اورنج جوس بيتزا يوغرت. فتاني كلمة المفروض ندور على الصورة بتاعتها هي كلمة يوغرت. فين هنا صورة يوغرت يا أصحابي؟ يوغرت يعني زبادي.
شاطرين، هي دي صورة اليوغرت أو الزبادي فنوصلها بالشكل ده. طب كلمة بالون، بالون فين هنا البالون؟ شاطرين، هي دي البالون فهنعمل ماتش وهنوصلها بالصورة بتاعتها. طب كلمة بيتزا، بيتزا فين البيتزا هنا يا أصحابي؟ شاطرين، هي دي البيتزا فهنوصلها بالكلمة بتاعتها وهنعمل ماتش بالشكل ده. طب كلمة أورنج جوس، أورنج جوس فين الأورنج جوس هنا يا أصحابي؟ شاطرين، هو ده الأورنج جوس فهنعمل ماتش بالشكل ده. طب كلمة آيس كريم، آيس كريم فين الآيس كريم هنا يا أصحابي؟ شاطرين، هو ده الآيس كريم فهنعمل ماتش بالشكل ده. وآخر حاجة ديكوريشن، ديكوريشن زينة تزيين، فين هنا الديكوريشن يا أصحابي؟ شاطرين، هي دي الديكوريشن فهنعمل ماتش بالشكل ده. وبكده نكون عرفنا مع بعض الكلمات الهامة وحلينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. وفي البيج دي يا أصحابي حاجة اسمها الفاليوز، الفاليوز أو القيم، إن احنا بنتعلم حاجة ليها دعوة بالسلوك بتاعنا وبالطريقة اللي احنا بنعيش بيها في الحياة، دي اسمها فاليو، فاليو يعني قيمة. ازاي نتكلم بشكل سليم، ازاي نعيش حياة بشكل كويس، ازاي نتكلم بشكل سليم مع اللي اكبر مننا، ازاي نتعامل كمان مع اللي قدنا، سواء كان في البيت لو هو اخواتنا، سواء كان في الكلاس روم وفي السكول لو هو حد من زمايلنا. فالفاليوز او القيم دي بتعلمنا ازاي نتعامل مع الناس اللي حوالينا في الحياة اليومية بتاعتنا. الجزء ده بيتكلم عن let's be polite. polite يعني مؤدب، يعني مهذب. لما حد بيجي يتكلم بشكل مؤدب او مهذب ده بنقول عليه polite. polite يعني مؤدب، يعني مهذب. وطبعا الواحد لازم يكون polite او مؤدب لما يجي يتعامل مع حد اكبر منه. فهنا بيقول لنا let's be polite، دعنا نكون مهذبين. وطبعا هنا في صور، ثلاث صور، الصور الثلاثة دول في بنوتة صغيرة بتتكلم مع حد اكبر منها، فنعرف هي بتقول له ايه دلوقتي. بيزي بي بتقول لنا listen اسمع، read اقرأ، and repeat repeat وكرر. فانا هقرأ التكست دي او العبارة دي وانتوا هتقروها معايا وبعدين هنعمل repeat او هنكرر مع بعض. فاول حاجة البنوتة الصغيرة دي بتقول الراجل ده can I have، can I have، هل يمكنني ان اخذ some cake، some cake بعض الكيك، please please لو سمحت. مرة تانية can I have some cake please. مرة كمان can I have some cake please. فهنا هو بيقول لها yes yes نعم، here you are، here you are اتفضلي خدي قطعة كيك. مرة كمان yes here you are، yes here you are. فهي بتقول له thank you thank you thank you. وبكده نكون عرفنا يعني ايه نبقى polite او مؤدبين او مهذبين واحنا بنتكلم مع حد اكبر مننا. وطبعا ده اسمه respect، respect يعني يحترم. لما انت بتبقى polite وانت بتتكلم مع حد اكبر منك ده اسمه respect، respect يعني انت بتحترمه، respect يحترم. ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. وفي الجزء ده اصحابي بنتعرف على الاحتفالات المختلفة او celebrations. celebrations يعني احتفالات، الاحتفالات اللي موجودة في حياتنا كل سنة celebrations يعني احتفالات. فبيزي بي بتقول لنا هنا listen استمع and circle وضع دائرة حول الإجابة أو الكلمة الصحيحة. مدينا أربع صور، كل صورة تحت منها اسمين من أسماء الاحتفالات المختلفة. المفروض إن احنا هنعمل circle حوالين الاسم الصحيح الخاص بالاحتفال الموجود في الصورة دي. فالصورة الأولانية فيها صورة البيراميد أو الهرم، وتحت منها عيد الفطر، عيد الفطر، ونيو يير، نيو يير السنة الجديدة.
طبعا احنا ساعة عيد الفطر بيبقى فيه شكل تاني للاحتفالات غير الشكل ده، وهنا الصوت والضوء دي حاجة موجودة في الهرم. طبعا احب ان انتوا تروحوا تشوفوها، جميلة جدا جدا. الاحتفال بالسنة الجديدة بيعملوا عرض جميل قوي، العرض ده بيكون بالصوت والضوء زي ما قلت لكم، بيبقى فيه الوان مبهرة. فالمفروض هنا هنختار عيد الفطر ولا نيو يير. شاطرين طبعا نيو يير، فنعمل سيركل حوالين نيو يير زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الصورة دي يا اصحابي فيها فاميلي كبيرة كده قاعدين، المفروض ان هم قاعدين بيأكلوا اكل مصري جميل، وهنا مكتوب تحت الصورة شم النسيم وكريسماس. كريسماس طبعا دي اعياد الميلاد، تيجي طبعا مع بداية السنة الجديدة. وهنا الكريسماس سيم شم النسيم كلنا عارفينه، بنقعد ناكل فيه بيض وفسيخ ورنجة وحاجات كتيرة كده. اما الكريسماس او اعياد الميلاد بتبقى موجودة في اخر السنة واول السنة الجديدة، وطبعا ما بنبقاش قاعدين ناكل فيها بالشكل ده، بيبقى ليها شكل تاني من الاحتفال شوية. فهل يا ترى الصورة دي خاصة بشم النسيم ولا بالكريسماس؟ شاطرين طبعا ليها دعوة بشم النسيم، فهنعمل حوالين شم النسيم سيركل بالشكل ده. اما الصورة التالتة دي فيها ثلاثة من أصحابنا قاعدين بياكلوا كحك وبسكويت وحاجات جميلة كده، ومكتوب تحت منها عيد الفطر ونيو يير. المفروض احنا بناكل الكحك والبسكويت ده في عيد الفطر ولا نيو يير؟ شاطرين طبعا عيد الفطر، فنعمل سيركل حوالين عيد الفطر. وآخر صورة فيها اتنين من أصحابنا وسطيهم شجرة عيد الميلاد، وهم قاعدين بيزينوها وبيحتفلوا بيها، مكتوب تحت الصورة شم النسيم وكريسمس. هل يا ترى احنا بنحتفل بشجرة عيد الميلاد في شم النسيم ولا في الكريسماس يا اصحابي؟ شاطرين طبعا في الكريسماس، فهنعمل سيركل حوالين كريسماس. وبكده نكون انهينا الجزء ده ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل للجزء الخاص بالريدنج اند سبيكينج. ريدنج يعني القراءة، وسبيكينج يعني التحدث. احنا دلوقتي هنقرا وهنتحدث عن الاعياد المختلفة او السليبريشنز، الاحتفالات المختلفة. فهنا بيزي بي بتقول لنا read and match. read اقرأ كل حاجة مكتوبة واعمل لها match مع الصورة المناسبة. فاول حاجة صديقتنا هنا بتقول my family اسرتي celebrates بتحتفل Christmas باعياد الميلاد بالكريسماس. I like the Christmas tree، انا بحب شجرة عيد الميلاد. with decorations اللي هي بتكون متزينة. مرة كمان my family celebrates Christmas. I like the Christmas tree with decorations. وهي طبعا بيزي بي حلت لنا الجزء ده ووصلتها بصورة الكريسماس تري زي ما احنا شايفين قدامنا. صديقنا ده بيقول I like celebrating عيد الفطر، انا بحب احتفل بعيد الفطر. There are هناك lots of decorations الكثير من الزينة. And cookies والكحك. يبقى مرة كمان I like celebrating عيد الفطر. There are lots of decorations and cookies. هو بيحب عيد الفطر، بيكون هناك في زينة كتير وفي كمان كوكيز كتيرة أو كحك كتير. هل يا ترى بقى هوصل صديقنا اللي بيحب عيد الفطر ده، هل يا ترى هوصله بصورة الكوكيز ولا بصورة الإكس دي الملونة ولا بصورة الألعاب النارية أو الفاير ووركس؟ شاطرين طبعا هنوصله بصورة الكوكيز اللي احنا لسه بنقول اسمها من شوية، ونعمل ماتشنج بالشكل ده. صديقتنا هنا بتقول I like celebrating the new year، انا بحب احتفل بالسنة الجديدة. with my family مع اسرتي. we watch نحن نشاهد fireworks الالعاب النارية. مرة كمان I like celebrating the new year with my family. we watch fireworks احنا بنشاهد الالعاب النارية، فنعمل matching مع صورة الاجز الملونة دي ولا هنعمل match مع fireworks الالعاب النارية؟ شاطرين طبعا هنعمل match مع fireworks زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر حاجة صديقنا هنا بيقول
I like celebrating شم النسيم. أنا بحب أحتفل بشم النسيم. We have a picnic. We have a picnic. إحنا بنخرج في نزهة خلوية، بنروح بارك، بنخرج ونتفسح أنا وأسرتي. مرة كمان. I like celebrating شم النسيم. We have a picnic. فطبعا هنعمل ماتش مع الكولورد اكس دي او البيض الملون ده، وبكده نكون لان احنا بناكله في شم النسيم. ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل للجزء الخاص بالافعال اللي احنا بنعملها في اي حفلة او في اي احتفال. It's time، انه وقت، to celebrate، to celebrate الاحتفال. It's time to celebrate، انه وقت الاحتفال. فمدينا مجموعة صور طبعا. دي بتقول لنا هنا order، order يعني رتب، ضع في الترتيب الصحيح. وتاني حاجة بتقول لنا listen، استمع، and put a true، put a true اعمل علامة صح. ومدينا هنا خمس صور، فالمفروض هنبص على كل صورة وهنقرأ الكلام اللي تحت منها. لو الكلام اللي موجود تحت كل صورة بيصف الصورة دي بشكل سليم، هنحط عليها علامة true زي ما احنا شايفين في الصورة الاولانية دي اللي هي صح يعني، وهنحطها كمان في الترتيب الصحيح بتاعها، وهنحط ليها رقم الخاص بيها في الترتيب الصحيح. فهنا في اول صورة اصحابنا قاعدين بياكلوا ايس كريم وبيتزا وبيشربوا عصير وبيحتفلوا، ومكتوب هنا let's eat the food، let's eat the food، let's eat the food، دعنا نأكل الطعام. المفروض ان الكلام ده بيصف الصورة دي ولا لا؟ شاطرين، طبعا هو بيصف اللي بيحصل في الصورة، فهي عملنا هنا علامة true لان الكلام اللي مكتوب بيصف اللي في الصورة فعلا، بس مش في اول البارتي او اول اي celebration بنقعد ناكل، ده بيحصل بعد كده، فده ترتيبها مش هيكون number one. طب الصورة نمبر بي حطلنا الاوردر بتاعها نمبر 1 علشان خاطر تسهل علينا الترتيب. اتنين من اصحابنا ماسكين تليفوناتهم وبيتصلوا باصحابهم، فمكتوب تحت الصورة let's invite، let's invite دعنا ندعو، our family، our family اسرتنا، and friends، and friends واصحابنا اصدقائنا. let's invite our family and friends، دعنا ندعو اسرتنا واصدقائنا. فطبعا هنا الكلام المكتوب تحت الصورة بيوصف اللي موجود في الصورة فعلا، هما بيتصلوا بأصحابهم وبالفاميليز بتاعتهم، فهنعمل هنا علامة صح. الصورة التالتة مكتوب تحت منها let's set up decorations، let's set up decorations، خلينا نقيم، خلينا نحط الديكوريشنز او الزينة. وموجود في الصورة فعلا الأب والأم والولد الصغير ده، وهم بيعلقوا الزينة بشكل سليم. المفروض ان دي نعمل عليها ترو ولا لأ؟ شاطرين، طبعا هنعمل ترو بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. الصورة اللي بعد كده مكتوب تحت منها let's help to clean up، let's help to clean up، دعنا ننظف المكان. طبعا ده بيحصل بعد السيلبريشن او بعد الاحتفال، فهنا هم بينظفوا فعلا المكان، فالمفروض هنعمل هنا فعلا علامة true صح. واخر حاجة our family and friends arrive، our family اسرتنا، and friends واصحابنا، arrive arrive وصلوا. المفروض ان فعلا اصحابهم واسرتهم وصلوا، فهنعمل هنا علامة true زي ما احنا شايفين قدامنا. المفروض ان اول حاجة هم اتصلوا باصحابهم، تاني حاجة المفروض هيحصل ايه يا اصحابي؟ شاطرين ان هم يعملوا set up للديكوريشنز او يعلقوا الزينة، فشاطرين هنا number 2. طب بعد كده شاطرين اسرتهم واصحابهم هيوصلوا، our family and friends arrive، فهنعمل هنا number 3. طب بعد كده شاطرين هيقعدوا ياكلوا الحاجات اللذيذة اللي هم جايبينها للاحتفال، فهنا number 4. طب اخر حاجة شاطرين ان هم يعملوا clean up او ينظفوا بعد الاحتفال، فهنعمل هنا number 5. وبكده نكون انهينا الجزء ده ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل للجزء الخاص بالفونكس او الصوتيات ونطق الحروف. طبعا يا اصحابي يونت 4 بتعلمنا الفونكس او الصوتيات الخاصة بنطق حرف الكيو وحرف ال V وحرف ال Z، Q V Z. وبيزي بي بتقول لنا هنا learn sounds with busy bee،
learn sounds تعلم الأصوات with busy bee مع النحلة busy bee. فأول حاجة حرف الـ Q بينطق زي مثلا كلمة queen 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 يعني ملكة. أما حرف الـ V فبينطق V V V V زي كلمة vet 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 يعني طبيب بيطري vet vet. أما حرف الزد زي كلمة zoo 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 يعني حديقة حيوان zoo zoo. وطبعا بيزي بي جايب لنا مجموعة من الكلمات اللي موجود فيها حرف ال Q وحرف ال V وحرف ال Z وبتقول لنا هنا look انظر and circle Q وال V and Z. فأول حاجة طبعا مديانا كلمة five أو رقم خمسة, فهنا طبعا هنعمل circle حوالين حرف ال V. تاني حاجة question 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 يعني سؤال, فهنعمل circle حوالين حرف ال Q. تالت حاجة كلمة buzz 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 يعني طنين اللي هو صوت النحل, فهنعمل سيركل حوالين حرف الزد. بعد كده كلمة van 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 اللي هي السيارة دي, فهنعمل سيركل حوالين حرف الفي. بعد كده كلمة quack 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 اللي هو صوت البط, فهنعمل سيركل حوالين الكيو. وآخر حاجة زياد 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 اسم الولد ده, فهنعمل سيركل حوالين حرف الزد. واخر حاجة بيزي بي بتقول لنا عايزين نتعلم ازاي نكتب حرف الكيو كابيتال وسمول وحرف الفي كابيتال وسمول وحرف الزد كمان كابيتال وسمول. فزي ما احنا شايفين قدامنا هي بتقول لنا learn to write تعلم ان تكتب with بيزي بي مع النحلة بيزي بي. وزي ما احنا شايفين قدامنا دي الطريقة الخاصة بكتابة حرف الكيو زي ما احنا شايفين قدامنا. لو حابب ان انت تتأكد من ان انت بتعرف تكتبه بشكل سليم وقف الفيديو اتبع الخطوات شغله تاني اتأكد ان انت بتتبع الخطوات بشكل سليم. ودي الطريقة الخاصة بكتابة حرف ال V نفس النظام. وقف الفيديو اتأكد ان انت بتكتب بشكل صحيح شغل الفيديو تاني. واخر حاجة حرف الزد زي ما احنا شايفين قدامنا دي طريقة كتابة حرف الزد.
فالمفروض ان احنا هنمشي على الدوتس دي، وبيزي بي بتقول لنا هنا لوك انظر اند تريس، تريس تتبع بقلمك الرصاص. هنمشي بقلمنا الرصاص او with our pencil على الدوتس الخاصة بكل حرف، نكتبه بشكل سليم. واخر حاجة بيزي بي بتقول لنا هنا listen اسمع، look انظر and complete، and complete واكمل. فاول حاجة في ولد هنا بيقول لك اسكت، اسكت يعني quiet، quiet خليك هادي. فهنعمل هنا المفروض ان هنا حرف الكيو هو اللي ناقص، فهنكتب هنا حرف الكيو زي ما احنا شايفين قدامنا. تاني حاجة هنا صورة بطة جميلة ومكتوب تحت منها كلمة كواك، كواك بس ناقص حرف الكيو، فهنكتب هنا كيو زي ما احنا شايفين قدامنا. ودي صورة السيارة الفان، مكتوب تحت منها كلمة فان، فان بس ناقص حرف الفي، فهنكتب هنا في زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر حاجة الحمار الوحشي، حمار وحشي يعني زبرا، زبرا فهنا الكلمة ناقصة حرف الزد، فهنكتبه زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا شرح يونت 4 وانهينا معاها درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون وبكده نكون انهينا شرح يونت 4 اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.